كله بيلم الدفاتر وبيقفل اللي في ايده، ومش هيكون موجود غير كاتب التاريخ اللي هيقعد ويسجل احداث الليله العظيمه دي، ليله الحلم، ليله المجد والتاريخ، ليله مباراه نصف نهائي كاس العالم للانديه ما بين الاهلي زعيم افريقيا وريال مدريد بطل اوروبا. النهارده وبالظبط ان شاء الله الساعه 9 مساء ستنطلق سفره البدايه، ومعاها احلام وطموحات أكتر من 100 مليون مشجع أهلاوي مصري عربي. مساء الفل عليكم مشاهدينا، وأهلا بيكم في حلقة جديدة من ليلة مباراة القمة في الحريفة. وأهلا بك يا هنودة. أهلا بك يا حبيبة قلبي. ركبي بتخبط في بعض معروف.